السلام عليكم، مساء الخير عليكم من جديد في فيديو اوديو تاني اللي غنتكلموا فيه هذه المره على الكانتي الاول اللي غادي يكون عندنا نهار الجمعه في البودروم ديال غو ومونكونشي رينيون 4 5 كورس ديال البروغرام اللي غادي تجرب فيها الكانتي بلس ديالنا مع الجوج و 48 دقيقه. بعجاله نتكلموا على لي شورس ونعطيكم لي ميور باز اللي بانوا ليا ممكن انهم يفيدوكم في الكانتي ديالكم. اذا كانتي غادي تجرب في لا ديسيبلين ديال المونتي خيل ديال 5 سنين و 6 سنين في المسافه ديال 2850 متر، جوج بوطوا ديال ديبار 2850 و 2875، يعني غادي روندو لا ديستونس ابتداء من الرقم 13. نقدروا نضيفوا على 15 ديال لي بارطو ونضيفوا على لان رومو كونشي الكورد اغوش بحال لي بودرون ديال باري فانسان. ودابا ندوزو ناناليزيو هاد لي 15 بارطو اللي معنا في ديبار. اذا نبداو مع اول بارطو رقم 1 في ديليو دي بيجون، هاد الهونغر ديال 5 سنين لا دغيف ولا مونت ولونترينمون ديال بيغي فيرفا عاود لي ديسكاليفا بزاف يعني فهاد الشهور اللي فاتو، فغدا خصو يبقى ساج ويكمل الباركور ديالو الا بغى تكون عنده ان شونس يسالي في لارفي. دوزيام شونس رقم 1 في ديليو دي بيجون. رقم 2 ايدين دو فوفي، هاد الهونغر ديال السنين هونغر اللي غادي يدير غدا بالمناسبه لا رونتري ديالو، ما مجريش لينا من 13 تسعود من لي بودروم، يعني من اخر كورسه كنجرى في لي بودروم ديال مولان دي مارش، ما عرفتش لي بودروم فين كاين. المهم اي بتيت رونتري نخليوه ترونكيل ونعطيه دوزيام شونس. رقم 3 فيلو دي كايو، هاد الهونغر ديال 5 سنين هونغر اللي شفناه في لالين وفي لاكورس ريفيرونس اللي كانت في هاد لي بودروم وفي هاد الباركور هذا ديال غومو كونشي في 18 11، وخد لينا ان تروازيام بلاص هذاك النهار كان مشى ملعوب 3.7، خد ان تروازيام بلاص ريديكسيون كيلومتري كواد 15 تسعود كتخلي لي ان شونس انه يسالي غدا تا هويا مع الخيل اللي غادي يتكلاساو في الكانتي. دونك بروميير شونس فيلو دي كايو رقم 3. رقم 4 فلو جوسلان، هاد الهونغر ديال 5 سنين تكلمنا على لالينو تكلمنا على كوس ريفيرونس ديال 18 11 اللي كان في غومو كونشي في هاد الباركور، هاد العاود هذا هو اللي ربح علينا، مي اتونسيون عاود اللي ممكن حتى هو يتفرقع ويتكسبلوزا في اي وقت في الباركور ويديسكاليفي لينا غدا الا دار لاكورس ديالو كتبقى عنده ان شونس. غادي نجدد فيه الثقه مادام انه اون فورم، ولكن كيف ما قلت لكم ما خصوش يدير لا فوت. بروميير شونس فلو جوسلان رقم 4. رقم 5 اكزيل دي ريفان، هاد الهونغر ديال سيزون غدا غادي يدير بالمناسبه البدايات ديالو في المونتي، ما عرفناش كيفاش غادي تكون هاد البدايات ديالو في المونتي، وكيبان ليا ممكن يكون انه شويه كيمونتي الكاتيجوري لانه غالبا كنشوفو في دي كاتيجوري قل من هادي. دوزيام شونس نشوفو كيفاش غيبدا ونشوفو في هاد الكاتيجوري هادي. دوزيام شونس اكزيل دي ريفان رقم 5. رقم 6 ايزي بيزنس، هاد الهونغر ديال السنين هونغر اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 9، شفنا لا غونتخي ديالو كانت في شهر 11 وكانت بالمناسبه هي البدايه ديالو في المونتي 9، غدا تاني كورسه من بعد ان غونتخي وتاني كورسه اللي في المونتي، دونك غدا خصو يخرج احسن ما عنده. البوان بوزيتيف كتبقى هي ماتيو ابريفار، غادي ناخد ان بتي ريسك لانه مادام ماتيو ابريفار ممكن تكون عنده ان شونس. دوزيام شونس ايزي بيزنس رقم 6. رقم 7 الفيس دي لوكاس، هاد الهونغر ديال السنين هونغر اللي غدا غادي تا هو ان بتيت غونتخي من شهر 9 ما مجريش عاود لي كومبليكي ديسكاليفا لينا بزاف هاد الشهور اللي فاتو، دونك هادشي كيفسر هادشي. دوزيام شونس الفيس دي لوكا رقم 7. رقم 8 الكترو كادونس، هاد الهونغر ديال السنين هونغر اللي كان موقف لا كومبيتيتو تا هو مده طويله من شهر 2، دار لا غونتخي ديالو في البودروم ديال سان مالو في 22 11، بان على انه باقي خاصو واحد جوج ثلاثه ديال لي كورس باش يرجع لا فورم، دونك غادي نكتفي بدوزيام شونس رقم 8 الكترو كادونس. رقم 9 فايتر كيس، هاد الهونغر ديال 5 سنين لونترينمون ديال توما مالكفيست هونغر اللي كيبان على انه حتى هو كيبغي المونتي، فمادام ان لوريجين ديالو كتبقى هي منفيس دو غيب اللي كيعرف كنعرفو مزيان في لا ديسيبلين ديال المونتي يعني البيديكري ديالو. المهم فايتر فايتر كيس عاودي تا هو كيدير المونتي بوركوا با بوركوا با، واخا كنت كنتسنى منه بزاف في لاكورس ديال 16 في فانسين ديسكاليفا هذاك النهار، كنظن ان الديفيراج ما والموش مزيان هذاك الشيء علاش ما يعني لي زالور ديالو ولا الخطوات ديالو ما كانوش في بلايصهم، هذاك الشيء علاش ديسكاليفا. غدا غادي نخليه بالصفيح ديالو بوركوا با، علاش لا بروميير شونس فايتر كيس.
رقم 10 فان فان دي لوبان، هاد الهونغر ديال 5 سنين مارميون، عاود اللي باقي جديد 25 كورسا كيدير المونتي، كيبان على انه غادي يكون بارمي لي غران فافوري ديال هاد لاكورس ديال غدا، فلوجيك بروميير شونس. هذا رقم 10 فان فان دي لوبان بروميير شونس. رقم 11 فاديلا، هاد لا فاميل ديال 5 سنين، فاميل اللي كتبان على انها حتى هي كدير المونتي ريغولير سي ديرني طون، بيان بلاسي لا بلوريش على ما اعتقد في تو هي بارمي لا بلوريش ديال لا بروميير لين، مي غادي نعطيها دوزيام شونس. كورد اغوش نتسنى انها تكون في الميلي في الكورد اغوش، كون كانت كورد ادروات كنت غادي نقول لكم انها بارمي لي باز، كورد اغوش هنا فين شكيت. دوزيام شونس فاديلا رقم 11. رقم 12 فولي دو ريل، هاد لا فاميل هادي اللي كتبنت هي بيان اونجاجي في البلافون دي غان، ما عتلقاش اونجاجمون بحال هادي، كدير تا هي المونتي ما عندها حتى شي مشكل، ممكن تستافد كيف ما قلت لكم من لافونتاج ديال 25 متر اللي غادي رونديو هاد دوزيام لين، كتبنت هي 4 5 بلاس جوابل، بروميير شونس فولي دو ريل رقم 12. رقم 13 اكران دو ميسلي، هاد الهونغر ديال السنين، دونك غادي رونديو لا ديستونس ابارتي من هاد العوده، هذا لا مون ديال ماري باقشيش، لا فورم كاينه، شفناها في نونتر ربحات لينا هاد الهونغر، عفوا شفناها في نونتر ربح لينا في 15 11، لا فورم كاينه، ولكن بالمقابل كاينه واحد 25 متر غدا خاصو يروندي هاد الهونغر، هذا لا فورم كاينه، الا داز كلشي مزيان ممكن ان بلاس مع هاد ماغي بخشيش، غادي نعطيها دوزيام شونس، الا بقات لكم شي بلاصه في لا سيليكسيون ممكن تلعبوها وراء الاكس، دوزيام شونس اكران دو ميسلي. رقم 14 ايبيكو بلو، هاد الهونغر ديال السنين، لونترينمون ولا دغيف ديال ماتيو موتي، هونغر اللي كيعرف سوا برومي ولا كيديسكاليفي، هادشي اللي كاين، عنده لا كاليتي مي تا هو كيبقى عاود لي كومبليكي، خسروا عندي 25 متر غدا، فاحتمال كبير ان ماتيو موتي ما غاديش يفورس عليه في الديبار وما غاديش يورك على البيدال من البداية، دونك غادي يخلي ترونكيل، غادي يدير الديبار ديالو مزيان، مي يحاول انه ياسيري وما يديسكاليفيش العود، الا مشى مزيان وضرب واحد 1000 حتى 1500 متر بدون اي مشكل ممكن انه يروندي لا ديستونس بدون اي مشاكل. غادي نعطي دوزيام شونس لهذا الرقم 14، كنبغي الخيل اللي كيكونوا ريغولي، هذه كتبقى عاده ديالي، دوزيام شونس ايبيكو بلو رقم 14. رقم 15 فيرست دي غونسيغي، هاد المال ديال 5 سنين غادي يدير لا غونتخي ديالو، ما مجريش من شهر 8 نخليه يدير لا غونتخي ديالو ترونكيل ونلعبوه المرات الجايه، دوزيام شونس لو 15 فيرست دي غونسيغي رقم 15. اذا اصدقاء متابعين المشاهدين ديالي على قناه اليوتيوب، فيديو ديال الكانتي ديال رينيو 4 كورس 5 اللي عجرة في البطوله ديال غوما كلشي سالات، غادي تلقاو ميور شونس ممكن انكم تاخذوا منهم اللي عجبكم، هادشي اللي كاين، كان معكم عصام ونتلاقاو كيف ما قلت لكم الفيديو الجاي اللي عندك المفيد هو على الكوارتي ديال البودروم ديال ليون لاسوا.